ترافيك مع نور الدلو. عند بيع وشراء سيارة عند النوتر، فإن رسوم المكتب تقع على المشتري وهي في حدود 150 ليرة، شاملة كافة الإجراءات والضريبة. بعد نقل السيارة عند كاتب العدل، يمنح النوتر للشخص الذي اشترى السيارة شهادة تسجيل مؤقتة، وهي صالحة لمدة شهر بالإضافة إلى عقد المبيعات الموثق، فيما تبقى ورقة ترخيص السيارة التي تحمل اسم البائع عند النوتر. ترافيك مع نور الدلو.